فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشيطان يأتي الإنسان في كل وقت، وخصوصا عند العمل الصالح، عندما يريد العمل الصالح من قراءة أو صلاة من أجل أن يشغله، ولا يستطيع الشيطان منع المسلم من الطاعة كليا، بل يمنعه من حضور القلب والتدبر. هذا هو الشيطان، يراك ولا تراه، ومعك وأنت في صلاتك وفي فراشك وفي أكلك وفي عملك. فما الذي يحصنك منه؟ يحصنك منه اللجوء إلى الله، لأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع حضور القلب. فإذا استعذت بالله منه مع حضور قلبك أعاذك الله منه وحماك منه.